اتعلمنا في الكام شهر اللي فاتوا بسبب فيروس كورونا حاجات كتير جدا يمكن ما اتعلمناهاش طول حياتنا، يمكن كانت قدامنا وعرفناها من واحنا صغيرين لكن مخنا ما ادركهاش غير في الفترة الصعبة دي. اتعلمنا من الكورونا ان مشاعر الامان اللي كلنا بنبحث عنها كبشر مش موجودة في جنسية او في باسبور اجنبي اخضر او احمر يحمينا ويحمي ولادنا ومستقبلهم. العالم النهاردة كله واقف عاجز قدام الفيروس، امريكا زي اوروبا زي استراليا، افريقيا زي اسيا، كله بقى عاجز قدام الفيروس. اتعلمنا من الكورونا ان كل رزق يا رب انت بتبعته هو نعمة غالية وقيمة جدا، لازم ننبسط بيها ونفرح ونصرف، لكن لازم كمان ندخر منها جزء لأيام صعبة ممكن تقابلنا في مستقبلنا. اتعلمنا من الكورونا ان الفلوس مهمة وان احنا لازم نعمل حساب بكرة اكيد، لكن لازم نعرف ان الفلوس عمرها ما كانت مصدر الامان الوحيد والكامل للانسان، ومليارات الدنيا النهاردة واقفة عاجزة قدام عدو صغير جدا لا قادرين نشوفه بعنينا ولا نسمعه ولا نحسه حد. والامان الوحيد هو ايماننا في وجود قوة اعظم مننا كلنا، ايماننا في وجود اله بيحب كل خلائقه وبيرعاهم سواء وهم على الارض او هم معاه في الحياة التانية بعد انتقالهم. اتعلمنا من الكورونا ان احنا ندعي لكل البشر، لاننا لو ما تمنيناش الصحة والعافية لكل الناس اللي حوالينا مهما اختلفت ديانتهم عشان هم اخوة لينا في الانسانية، فعلى الاقل لازم ندعي لهم من قلبنا لان هم لو عيوا ممكن يكونوا اول ناس ينقلوا لنا المرض. اتعلمنا من الكورونا اننا نقدر نصلي وندعي في كل مكان، في بيوتنا، في شوارعنا، في اشغالنا، مش بس في الجوامع او الكنائس. انت اكبر واعظم يا رب من اي مكان محدود او مبنى يكون البشر بانينه بايديهم. اتعلمنا من الكورونا ان اليوم العادي جدا اللي كنا بنصحى فيه وننزل شغلنا مطمنين مش قلقانين من وباء او عدوى تجيلنا من زميل او قريب او جار او صديق، هو كان نعمة كبيرة جدا ما كناش عارفين قيمتها. اتعلمنا من الكورونا وادركنا ان الموت قريب للصغير وللكبير، واننا في خلال ايام قليلة ممكن نلاقي حياتنا على الارض بتنتهي من غير ما نكون لا احنا ولا كل الناس اللي بيحبونا عارفين يعملوا اي حاجة عشان يزودوها ايام قليلة. اتعلمنا ان كل يوم نصحى فيه نلاقي صحتنا كويسة وقادرين ننجز ونشتغل ونخدم هو نعمة كبيرة جدا، وان اي يوم بيروح في نوم زيادة عن اللزوم او كسل او قعدة نميمة ملهاش لازمة هو كنز بنرميه في الارض، ولازم نستغل كل وزن ربنا ادهلنا ونجري ونحقق احلامنا قبل ما يجي اليوم اللي نتحاسب فيه على الوزنات دي. اتعلمنا من الكورونا ان الحبسة وحشة جدا، وبالرغم اننا محبوسين في بيوتنا ووسط اهالينا وكل وسائل الترفيه والراحة موجودة تحت ايدينا، الا ان احساسنا اننا ممنوعين من نزول الشارع في اوقات معينة ده بيخلينا مخنوقين وحاسين اننا مش احرار زي الاول، وده يخلينا نفكر اكتر وندرك مدى معاناة اخواتنا في السجون. وانا عن نفسي بعد ما الغمة دي تنزاح لو ربنا اداني عمر اكيد ههتم اكتر بخدمة السجون وبزيارة اخواتنا هناك. اتعلمنا من الكورونا ان وقوفنا جنب اصحابنا وقرايبنا في الجنازات والتعازي مش المفروض ابدا يكون تأدية واجب او خوف من عتاب او ملامة، لكن فعلا وجود البشر جنب بعض في مواقف صعبة زي دي بيعزي وبيسند، لكن للأسف دي نعمة كبيرة قوي اتحرمنا منها دلوقتي. اتعلمنا كمان من الكورونا ان جسمنا وصحتنا ومناعتنا دي نعمة ووزنة كبيرة قوي من ربنا، لازم نحافظ عليها دايما بأكل صحي طبيعي في الصورة اللي ربنا خلقه فيها، وكمان بعدد ساعات نوم كافية كل يوم عشان نقدر نزود مناعتنا ونقدر نواجه اي فيروس او وباء زي اللي احنا فيه دلوقتي. اتعلمنا من الكورونا ان زيارة جدودنا وقرايبنا الكبار في السن هي نعمة وبركة كبيرة جدا، نعمة ممكن نتحرم منها في اي لحظة. اتعلمنا من الكورونا اننا كلنا بشر وكلنا ضعفة جدا ومحدودين، وانه مهما بلغ علمنا او ثقافتنا او شطارتنا في شغلنا لازم نكون اكثر تواضعا بكتير. النهاردة مفيش كبير على المرض، لا ملك ولا امير ولا غفير، كلنا ضعفة جدا. اتعلمنا من الكورونا في الثلاث شهور اللي فاتوا حاجات كتير جدا، ولسه طول ما احنا عايشين وبنكبر اكيد هنتعلم اكتر.